أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج الذي نوجد عبر شاشتكم شاشة الرافدين لنسمع آراءكم واقتراحاتكم حول المواضيع التي تطرح في كل حلقة. مشاهدينا الكرام، للمشاركة بالبرنامج اتصلوا على الأرقام التالية. من داخل العراق تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة، ومن خارج العراق تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. فعندكم ذني أرقام 4 للاتصال. أما رقمنا الخامس والأخير للمشاركة بالبرنامج عبر الرسائل تحديدا باستخدام تطبيق الواتساب عن طريق هذا الرقم اللي تشوفوه، إن ما قدرتوا تحصلون على رقمنا العادي أو أرقامنا تقدرون تدزولنا رسالة، هذا الرقم مو للاتصال. بداية مشاهدينا الكرام، المقطع اللي شفتوه بداية حلقة، المتظاهرين الناصرية المطالبين بإلقاء القبض على ما ألقي اسم جزار الناصرية اللي هو جميل الشمري اللي أرسله عادل عبد المهدي لرئاسة خلية الأزمة المكلفة بمعالجة الأوضاع بالمحافظات الجنوبية، الشخص الأول المسؤول عما عرف بملف مجزرة الناصرية. لكن حتى هاي اللحظة ما حد يعرف وين هو الشمري وش صار بيه. دائما ثوار تشرين يطالبون بمحاسبة القتلة والمسؤولين عن موت الناشطين والمدنيين والثوار، لكن السؤال اللي ينطرح هنا، ليش ما حد دار بال لمطالب ثوار تشرين؟ ليش الحكومة اللي جت وراء عبد المهدي واللي الشباب العراقي رفض خمسة اللي هم أو رفض أربعة أو خامسهم الكاظمي اللي هم قصي السهيل ومحمد علاوي وأسعد العيداني وفالح الفياض، ويجي وراهم المرشح مصطفى الكاظمي اللي كالعادة قدم وعود ونطع عهود وما وفى ولا عهد منهن كالعادة. طبعا أنا السؤال اللي أريد نسأله هنا إنه ليش ما دايرين بال الناس؟ اللي ما يعرف ايش صار بيوم المجزرة خلينا نذكره. بدت عمليات القتل ليلة الأربعاء 27 تشرين الثاني 2019 صباح يوم الخميس 28 تشرين الثاني. هذا الشيء صار كله وراء من حرقت القنصلية الإيرانية بمحافظة النجف. تركزت عمليات القتل على جسر الزيتون القريب من ساحة حبوبي، مركز الاحتجاجات والاعتصامات بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قرن. القوات الأمنية كانت ما تريد المتظاهرين يسيطرون على الجسر، وما قدروا بالأخير سيطر المتظاهرين على الجسر وراء أن اضطرت قوات الأمن الانسحاب من هناك. المتظاهرين وراء القتل اللي صار حرقوا مقر قوات التدخل السريع، وأكو فيديوهات رصدت لحظات إطلاق قوات الأمن الطلقات والرصاص بصورة عشوائية ومرعبة على المتظاهرين. المهم، سيطر المتظاهرين على جسر النصر وجسر الزيتون، وذلك بإطار خطواتهم الاحتجاجية التصعيدية بمحاولة لوقف الاحتجاجات. أعلنت الحكومة العراقية فرض حظر تجوال بمدينة الناصرية، وهاي الخطوة همنا ما فلحت، وخلال ساعات بدت حصيلة القتلى بالارتفاع شيئا فشيئا. صارت 32 بمساء يوم الخميس، إضافة إلى إصابة أكثر من 225 جريح بالمواجهات، وراها الإحصائيات أكدت وجود أكثر من 70 قتيل وأكثر من 300 مصاب. السؤال هنا، شنو سبب الناس رفضت الفساد، أو شنو السبب ناس رفضت فساد وطلعت على هذا الفساد واحتجت على هذا الفساد ورادت البلد يعيش مرتاح بدون فساد وبدون محسوبية وطائفية ينقتلون؟ محمد من هولندا، حياك الله يا محمد. محمد تسمعني يا محمد؟ يبدو انه محمد ما يسمعني، اتمنى يرجع لنا. ابو احمد من كربلاء، حياك الله يا ابو احمد. ابو احمد تسمعني؟ السلام عليكم. السلام، حياك الله اخويا، تفضل. شلونك يا حبيب استاذ اسد؟ هلا بيك يا الغالي، الله يخليك يا حبيب، يسلمك، تفضل اخويا. اقول لك عيني، هسه احنا ايش صار لنا كم سنه الظاهره؟ ايه العراقيين كم سنه صاروا يظاهرون؟ هوايه، صار بلك 15 سنة يظاهرون، صحيح ولا لا؟ شنو؟ صار بلك 15 سنة يظاهرون. زين.
نظاهر نطلع بالشارع على مد بلدنا صحيح ولا لا؟ ايه اكو شيء يتمثل لنا؟ هو هذا السؤال اللي انا داوجه بهاي الحلقه، ليش السياسيين مصرين انه ما يديرون بال الى الشعب؟ يعني سؤالي حتى يكون واضح لك ابو احمد وللمشاهدين، يعني اللي صعدك وسواك وخلاك تحكم مثل ما انت تقول وقال اليوم ما اريدك او قال لك اليوم ما اريدك، انا اقصد شنو صعدك وسواك وخلاك تحكم؟ هم يقولون انه احنا جينا بصناديق الاقتراع والمواطنين هم انتخبونا وصعدونا، اليوم قال لك ما اريدك انت تجي تقتله؟ وقعتك يا استاذ، هاي كلها لعبه وكلها كذب. طب اسالك سؤال عن منو طير صدام حسين؟ ها؟ نعم شنو السؤال؟ السؤال منو طير صدام حسين؟ الاحتلال الامريكي. الاحتلال الامريكي من جاب هذا ولا؟ الاحتلال الامريكي. خلاص يعني هم غامضوهم، يعني توضح للعالم هذا الشيء ما بديهم، ما يقدرون ينفذون اي شغله اذا مو بامر الاحتلال الامريكي. والبلد المحتل يبنوه ولا يهدموه؟ نعم صحيح ولا لا؟ بس يعني ابو احمد يعني اذا تجي هسه اذا تروح على امريكان تحكي وياه يقول لك هم ذولا جابونا لان هم ذولا روجوا الى انه العراق يمتلك اسلحه دمار شامل وهم اللي كذبوا بمؤتمرات المعارضه العراقيه بمدريد وبلندن وبنيويورك وغيرها وخلوا الدول تصدق بهاي الشغله وجابوهم وجوي، فيقول لك احنا ما جينا بحدنا. هاي دا احكي لك اذا الامريكان رادوا تحكي وياهم. الامريكان هم ما يريدون اصلاح العراق وما يريدون تامير العراق وما يريدون يفعل العراق، يريدون يهدمون العراق. اجوا عشيره من تهب العشيره. ها انت شو تقول؟ زين ابو احمد سؤال انت وياك، يعني الامريكان ما يريدون يبنون العراق ويريدون يهدمون، يعني ب 18 سنه وطابين بال 19 بقى شيء ما تهدم بهالبلد هذا؟ عدد ما يشوفوا خير. انت سمعت الشلبي؟ الله يعلن الشلبي اول ما اجى قال وزير الخارجيه الامريكي يقول لا اريد امان ولا اريد كهرباء بالعراق، يعني معقوله ما قاعد يسمعون هذا الشيء؟ لا امان ولا كهرباء بالعراق، يعني كله ام العراق. نعم انت بروح عبيت اول ما اجوا كم معمل عندنا بالبطلة؟ كم مدرسة عندنا بالعراق؟ هاي كلها تهدمت، التعليم انتهى، الزراعة انتهت، الجسم كله، يعني هذا كله بعملهم هذول بعمل هاي الحكومة؟ لا مو الأمر هاي الحكومة. نعم شكرا لك ابو احمد لمشاركتك ببرنامج صوتكم. صبيحه من النجف، حياك الله يا صبيحه. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والكرام. اول وانا هم دمرونا، هم جا فيران والله الكريم دمرونا ودمروا العراق الله يمردهم. نعم والله. والله العيد بجمع صدام يعني شجاعة وهبة ما هي دولة وتدعى البيبي بالعراق. والله سريميتنا من مريكة والله. نعم والله ما دمرونا جولة والله. نعم والله العزيز الله يدمرهم. نعم شكرا لك اخت صبيحه. ابو حسن من بغداد، حياك الله يا ابو حسن. عليكم السلام والرحمه والاكرام يا الغالي. والله شفت شريك عماده جاي عماده جاي تمون
يعني مثلا المشكله هاي تصير مشاكل. اذا امكن ابو حسن تغير لي مكانك لان الصوت مو واضح. تسمعني يا ابو حسن؟ العميل ما يسمع. ابو حسن انا اعتذر منك لان صدقا يعني الصوت دا يوصلني مشوش، ماذا افتهم مقطع. اتمنى ترجع لنا مره ثانيه حتى نسمعك ونسمع رايك. شكرا جزيلا لك. ابو عراق من الفلوجه، حياك الله يا ابو عراق. من قال حيا، شلونك اخوي استاذ سنان؟ حيا الله من قال، تفضل اخوي العزيز. استاذ سنان اذا سمحت لي، بالنسبه للعراق هذا المخطط ماله هذا صار لسنين. اول فقره احنا نقول سبب امريكا، الاساسي هي امريكا. يعني الجيش العراقي صار ثاني جيش بالعالم. انهار الجيش العراقي، بس انا هسه ارجع ولا ما اريد واحد يحكم علي. انا اقول العيب مو بالحكومات استاذ سنان، العيب بالشعب. يعني انت راح تدخل بال 19 سنه، ايش تنتظر من هاي الحكومات؟ حكومات هم يعني عملاء الامريكا والايران، انت ايش تنتظر من عندهم بعد؟ يعني صبرك الى ايش وقت يا الشعب العراقي؟ ايش وقت؟ لا كافي عاد. ما تصحى يا الشعب العراقي، اصحى وتوحد. كافي فتنه طائفيه، كافي عمي، خلي حط ايد بيد. كان قدس حلم ذولا عمي ولعبوا بينا الفرد ذولا. يعني شو نصبر عليهم استاذ سنان اذا سمحت لي؟ شو نصبر بعد؟ نعم. هذا القتل اللي جاي يصير بالشوارع، البوق، السلب، النيف. شو تنتظر من عندهم؟ يعني شو تنتظر انت بيهم؟ والله صارت انتخابات، والله انت راح تجي حكومه، عمي نفس الحكومات استاذ سنان اذا سمحت لي. لا اسمع. الله وكيلك، خاف يشوف راحة عبالك هذا الشعب ما يشوف. عمي اصحوا يا الشعب العراقي، شور اتذكر اجدادكم ثورة العشرين، كان يعرفوهم منين ثورة العشرين؟ ترى مو من منطقة واحدة، من كافة المناطق. بس شنو توحدوا وصاروا ايد واحدة وفالوا بقوار. ماكو سلاح، ما عندهم سلاح، بس عبالهم صاروا على قلب واحد، والله نصرهم. يا الشعب اصحى يا الشعب، انا ما ناشد الحكومه. نعم. انا اجدك انت يا الشعب اصحى، كافي. نعم، مناشدة من أبو عراق من الفلوجة إلى كافة أبناء الشعب العراقي للتوحد، وأن يعني يصير الشعب العراقي إيد وحدة. محمد من هولندا رجع لنا، حياك الله يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. يعني انت يوم بيسا خزعلي، وانا ودي اتر واحد من شياوي لازم العراق كله يسوي فاتحة وعزاء من بطنة الخضراء، جايين يسوي فاتحة وهذا العامري وقاعدين. هم اصلا انتم قدرتوا مو جيش عراقي حتى سوون فتنة. زين انت وينك من شهداء تشرين اللي قتلتوهم انت؟ ميليشيات الظلام، ميليشيات ايران، 2500 شهيد اخاتهم ما طلع راسه. انا مدني اشياء، واحد قتل انت وقتلته طلع راسك اليوم خاص الدنيا، وجايب ميليشياتك طبعا دوله مدنيه، كلهم ميليشيات قتل تفشي مدني، هم دوله ميليشيات ايران، وجاي يحشد وتعالي شعب عراقي تظاهر. ما انت قتلت مدراء، حتى النساء قتلها بعدهم، يعني حتى النساء عندنا شهيدات، يعني ما خسر منكم. هاي مسرحية دا يسوونها بيناتهم، هو كانوا منهم وبينهم، فهم هذا اللي بنشوا، هم قتلوا حتى يسوون فتنة. كافي قتل، كافي دمار. أنا قلت أخونا من فلوجة لازم الشعب العراقي يطلع على كافي، يعني كافي إهانة، كافي بعدنا عزة نفس، لازم نخلص منهم. الجزائر طلعوا مليونين شهيد. نعم. هم شو يجيبوا مرحوم الشهيد صدام حسين الحافظ وقدر التحشاك مش عارفين. عم كنا عايشين بنعيم، كان بلد امن واستقرار، كان شيء اسمه وجبه. هسه نص الشعب العراقي جوعان قتل، ما ياكل يوم كامل، ما ياكل، الناس ليه قاتله الجوع؟ عم نعرف رحمه الله وحق فدان الشيخ،
هم دول جايين قصر صدام حسين؟ لا والله هذا صدام حسين كان هواي ما اطيع عليكم اخي وشكرا لك. حياك حياك اخويا محمد. ابو حسن من بغداد رجع لنا مره ثانيه، حياك الله يا ابو حسن. اخويا السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام يا الغالي. الله يحفظك يا ابو. طبعا يا اخي هم يموتون العراق بالتدريج يعني موت بطيء يعني يوميا هم عملاء يعني ما يدخلون العراق، عملاء مو عراقيين. نعم. يعني هسه الاهوال اللي صارت خلي تذكر العراقيين اذا يعني تكون بالاسلام وحقيقه الاسلام شلون فجروا المساجد؟ شلون حرقوا المصاحف؟ بس انتبهوا لهاي يا اخواني العراقيين. المي هسه ينزل المستوى يعني يموتكم موت بطيء. يعني بس فكروا الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. رب العالمين ده يقول مو اني. فيا اخواني يا عراقيين ده يموتكم موت بطيء. خلوا لكم امل بالحياه. نعم. الجيل هذا اللي بعدكم شرع يعيش. يعني مدمر. كلها تامرت عليكم. قاده ميليشيا، حكومه، جيش، شرطة، كل ضد الشعب. يا أخوان اصحوا والله العظيم تتندمون، تتندمون ندم ما يتحمل البشر. صعبة يا أخوان، عيشوا بكرامتكم. ترى البشر من غير كرامته ما يسوى. والله تقوموا تبيعون جهاكم على المي إذا ما تحافظوا على بلدكم. هذا بلدكم، بلد العراق العظيم اللي بحضارة تضاهي العالم كله، كل العالم. يا عراقي اصحوا الخاطر الله. ترى وصلت حدا. يعني العراق ده يموت. افهموا. العراق ده يموت بالتدريج موت بطيء. فحسوا على نفسكم الى متى نايمين؟ هاي سنوات العشرين مو حرروا العراق بالفاله بالتوافي دقوهم وطلعوهم بالفاله والمقوار. تذكرون لما طلعوا بالفاله والمقوار رحم الله والديك. نعم. تذكرون يا عراقيين لما يذبون اكل للعراقيين من القطار يا امه محمد من القطار عبالك مقادي العراقيين والعراقيين الخير أهل نعمة أهل كرم. والله العظيم العراق ما راح تمن عنده. كل دول العالم ما تجي مثل العراق. حافظوا على بلدكم يا أخوان. والله العظيم ترى وصلت حدا. نعم. إذا ما تحافظوا على دينكم ترى تخسرون. نعم. والخسارة تكون يعني صعبة. وبعدتوا بكيفكم إذا تحبون تنزلون انزلوا. والله عيب على العراق يعيش ذليل. أنا هسه إذا أقعد ماكو شغل أقهر قهر أموت قهر. الناس عاطلة عن العمل. علاج ماكو، زراعة ماكو، كل الخاطر إيران. هذول اللي تبعيت إيران خلي يولون لإيران، خلي يولون لإيران. إذا هم يعبدون إيران خلي يعبدون إيران. إحنا نعبد الله، إحنا نعبد رب العالمين. وغصبهم على شواربهم. دين محمد ما ينعاف أبد. فحافظوا على دينكم يا أخوان. والله العظيم راح تدمرون. لكم حسوا. نعم. حسوا قولوا يا الله. بس قولوا يا الله تنجحون. وأنا أشكرك أخويا. شكرا لك أبو حسن. تعرفوا شيء؟ السياسيين هم عبارة عن موظفين عندنا. عند الشعب العراقي اللي مثل ما يقولون السياسيين هم منتخبين بصناديق انتخابية. وعليه لما انت مدير ويشتغل واحد يمك وما يعجبك شغله تطرده يعني وتجيب غيره. مو هذا الصحيح لو أنا غلطان، بس ما ليجي سياسي ويقعد يقول انه انت انتخبتني وجبتني ويلزق بالكرسي مثل ما دا يصير اليوم بالعراق. ولما انت تظهر على شغله او تقول له اطلع ما ريدك يكتلك ما صايره بس بالعراق. أبو علي من أبو غريب حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يحيى مثلنا حارث الضاري والله الله يحفظه إن شاء الله. يسلمك ربي تفضل. والله يا أستاذنا العزيز هذا لغز ما ينتهي بالعراق. نعم. بالعراق أبد ما ينتهي اللغز وما نعرف اللغز شلون ينتهي. نعم. اي ولدنا راحت تكتلت من 2003 لهذا اليوم. وريد نعرف الحقيقه بالعراق من البرلمانيين. انا احكي لك الحقيقه. نعم. انا احكي لك الحقيقه واول مره احكيها على قناتكم. تفضل. اول مره احكيها الحقيقه. تفضل. والله العظيم الله شاهد بيع جرايد هاي. ها؟ نعم. يم الزراعة مال الثروة الحيوانية بالزراعة. نعم نعم مال أبو غريب. والله العظيم وأنا شفت هذول البرلمانيين كليتهم هناك مجتمعين. أنا أحكي لك الواقع. نعم. وأول مرة أحكيها كل البرلمانيين هسه اللي حاضرين مجتمعين على أساس يعني يصيرون أحزاب.
والله العظيم وشوف عيني وشفت خميس الخنجر وشفتهم كليتهم. كليتهم من طلال الزوبعي الخميس الخنجر لحسين الفلوجي أنا شفتهم بعيني أبيع جرايد في هذاك اليوم والله شاهد علي. وهذا صاروا أحزاب معقولة؟ هذا لغز يا أستاذنا لغز، يريدون يدمرون العراق، يريدون يدمرون العراق على أساس هم سياسيين وهم لا سياسيين ولا هم يحزنون. والله العظيم ما هم ولا سياسي هسه الموجودين هنا اسم قيس الخزعلي لاد العمير هذول جابوهم لقطة من الدول وجابوا بالعراق وجابوهم منخيين من واحد مدري واحد ناخيهم قالهم ابلشوا بالعراق ما نعرف يعني هو اللغز ما معروف لي حد الآن ومن يقود العراق ما حد يعرف الحمد لله الحبوتي والله والحقيقة والله يا أخوي العزيز يعني حسب قولتهم حسب أبو علي حسب ما يقولون السياسيين الإيرانيين انه الاوامر من يمهم وحتى هم السياسيين العراقيين يقولون انه احنا عندك مثلا ميليشيات تأتمر بامر المرشد الاعلى في ايران وتقول لك انه احنا وياهم ما لنا علاقه بالعراق وما لنا علاقه بالمكتب الاعلى بالمكتب بالقائد العام للقوات المسلحه. عندك مثلا سياسيين لما يصير اي صفقه بالعراق صفقه سياسيه لازم يروح ياخذ المباركه من ايران ويرجع. ايش جابهم على العراق هذول؟ ايش جابهم على ايران؟ ايران اوروبا، ايران اوروبا، هذول ما تلمهم، هذول الانجاز، هذول ما تلمهم، هي ضيعتهم للعراق على اساس يحصلون فلوس من العراق. انا اقول لك ضيعتهم، قالت لهم انقشروا للعراق ارجعوا لبلدكم وعيشوا. نعم ما جابتهم يقتلون، هم ما يعرفون، ما يقولون الطرف الثالث، الطرف الثالث ما معروف. نعم ما معروف. نعم العظيم الله شاهد علي. نعم شكرا 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 لك ابو علي. ابو زكريا من كركوك حياك الله ابو زكريا. حياك الله، السلام عليكم استاذ اسد. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلون صحتك حبيبي؟ تحيه لك ولكل المستمعين الكرام. حياك الله اخوي العزيز. قناتي الكريمه. استاذ اسد، فيما يخص المجرم جميل الشمري. ايه جميل الشمري أنا أعرفه معرفة شخصية، كنت أداهم بالفرقة الثالثة مطار المثنى. هذا شخص مرتبط بمكتب القائد العام بالمالكي، كان هذا شخص شغلته بس القتل، وين ماكو شغلة يدزونه يقتل. شخص مجرم يعني مصاص دماء، أعرفه معرفة شخصية. زين أبو زكريا بالمطار. أنت تقول هذا الشخص وين ماكو شغلة يردون واحد ينفذها تحديدا حددت جرائم قتل يدزوه، يعني قبل مجزرة الناصرية سوى شيء غيرها حتى الناس تفتهم يعني حتى مبين لهم. اشتغل بديالة ايه، واشتغل ببغداد ايه، وحتى السجون السرية اللي لقوها يعني قريب على العلاوي هو كان يشرف عليه. هذا واحد. اثنين، فيما يخص انه السياسيين ليش ما يسمعون الشعب، انه قالوا الشعب هو جابنا، شعب ما جابهم. عملية سياسية انشئت في ظل محتل جابوها لملموهم، هاي شوية سني شيعي كردي مدري شنو كذا، رتبوا لهم عملية سياسية كلاوات السياسة. عمي مو هيك، مو هيك السياسة. لا انا ابو زكريا انا شو اقول؟ انا اقول هم السياسيين شو يقول يعني؟ شكو سياسي هسه اجمعهم كلهم، حنان الفتلاوي على المالكي على خيس الخزعلي على هادي العامري، يا هو تحكي يا وين ما يطلع بلقاء تلفزيوني يقول لك انا منتخب، انا اكو ناس انتخبوني، انا عندي جمهور. طبعا هم صدعوا روسنا بهالكلام، بس اذا هو منتخب يعني هو موظف عند الشعب. بوب الشعب ما انتخبه، الشعب معروف منه، الشعب معروف منه أنا، معروف منه أنت، معروف. اللي جاي يسمعنا الشريف، اللي جاي يسمعنا، اللي انتخبه، اللي اشترى صوته، اللي اشترى صوته بدجاجة مجمدة بكارتب الخمسة بسبيس، هذول انتخبوا. ورغم وهاي الانتخابات أنا
أنا اشتركت بحلقات سابقة يمكن جنابك تعرفني. نعم أعرفك. وقلت راح تكون أسوأ انتخاب، راح تكون أسوأ انتخابات التاريخ العراق، راح تكون أسوأ انتخاب. وبالفعل بالفعل وها هي التأشير قد لاحت في الأفق مثل ما حذرت. طبعا أبو زكريا حضرتك أنت ذكرت نقطة، يعني أنت قلت هاي الانتخابات، أنت قلتها قبل ما تصير الانتخابات، قلت الانتخابات الجاية، تقصد الانتخابات الأخيرة اللي على أساس مقتدى الصدر هو الكتلة الأكبر بها 73 مقعد. نعم. أنت قلت راح تكون أسوأ انتخابات. طبعا هو هذا الشيء صار بالعراق متعارف عليه، أنه العراقي نام الليل من يقعد الصبح يعرف أنه يومه هذا أسوأ من القبلة. زي إحنا ليش وصلنا لهالحال؟ ليش اليوم المواطن العراقي مطلبه ما مسموع؟ ليش اليوم المواطن العراقي يعرف أنه يومه سيء؟ ليش اليوم المواطن العراقي فاقد حياة؟ فاقد حياة المواطن العراقي، ليش وصلنا لهالحال؟ وراح نوصل الحال أسوأ، راح يضربون بيناتهم، راح يتعاركون بيناتهم على صالات القمار مالتهم. لأنه العراق هو بلد الحضارات، لأنه العراق بلد الإسلام. صارت تآمر دولي عليه، وصارت مؤامرة إمبريالية، وتنفذت المؤامرة الإمبريالية بيد هذول اللي يديرون العملية، ما يسمى بالعملية السياسية، ما يسمى بالعملية السياسية اللي هي عملية قتل الشعب العراقي وتجويعه والإبادة الجماعية واللي تشوفون. يعني هو هذا اللي يدير. نعم. شكرا لك أبو زكريا عبد الشكور من السماوة، حياك الله. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. أخويا ما حدث في ديالة في قضاء المقدادية، في ديالة هاي جرائم حرب واللي ارتكبتها ميليشيات المستكبرة مجرمة الحرب، وعلى رأسها ميليشيا الحشد اللي هي أسوأ ميليشيا مستكبرة مجرمة حرب، وكل قياداتها المتورطة بذات الجرائم في قضاء المقدادية من تهجير وحرق للمنازل والمشافي وكل شيء ما حدث، حتى المزارع وسرقت ممتلكات الناس بالكامل بعد تهجيرهم. هذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الإجرام والمجرمين. الله بدعتي لا، حتى وصولا اليوم هم يتظاهرون في بغداد، بالأمس هم ارتكبوا جرائم الحرب في دياله، اليوم هم يتظاهرون في بغداد. وبالعكس هم اقتالوا أعداد كبيرة من المتظاهرين والناشطين، وما زالوا لحد الآن يستمرون بجرائمهم هؤلاء الطغاة المفسدين والمذهبيين والإماميين. أي والله التي تمثلها ميليشيا الحشد الشعبي وميليشيا التيار الصدري وغيرها من الميليشيات الأخرى، أضافة للاعتقالات، أضافة إلى ارتكاب التعذيب في سجون هذه الميليشيات، وكذلك من السجون والمعتقلات لدى الحكومة القمعية المجرمة عميلة المحتل الغاشم للعراق. وشكرا. شكرا 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 لك عبد الشكور. أبو راشد من عمان، حياك الله يا أبو راشد. انقطع الاتصال يا أبو راشد. أبو ياسين من ديالى. أبو ياسين عبد الشكور من السماوة قال هذول دا يسوون جرائم حرب. إذا هم دا يسوون جرائم حرب، يعني راح نرجع لنفس النقطة اللي دائما أسأل عليها المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ذولا كلهم وين من جرائم الحرب اللي دا تصير بالعراق؟ يعني من جهة الولايات المتحدة راحت ألقت القبض على نوريجا بقصرة وأخذته وحاكمته لأنه هو متهم جرائم حرب. ميلوزوفيتش حاكموه بمحكمة دولية أمام العلن لأنه متهم بجرائم حرب. واليوم الجرائم اللي دا تصير بالعراق صار لها 18 سنة وما حد يحكي بها. حياك الله اخي افل وحال كاز محترمين. حياك الله اخويا. اي عراقي واي عربي شاهد المؤتمر البارحه مال هيئه العلماء المسلمين بخصوص جرائم الحرب ويفهم كل الموضوع. الامر واضح، والاكثر هو الجزر اهل السنه، والمجتمع الدولي والعربي كله صامت كيدنا هاي الحكومه. اما موضوع انتخابهم الشعب اخي افل، قبل ما ينتخبهم الشعب هي اللي الجمعيه اللي شكلها برايمر، هذول أذناب احتلال، هذول ما لك انتخابهم شعب، لكن هذا مفروض على الشعب. بس هم استفادوا واستثمروا، قسموا الشعب هذا كردي وهذا عربي وهذا سني وهذا شيعي. بس أبو ياسين السياسيين يقولون إحنا عندنا سيادة. خلي يقولون هي وين سيادتهم؟ وين احترام السادة؟ هم عندهم سيادة
هسه من جاي يتقاتل؟ مو الاحزاب الميليشيات والخضراء؟ يعني هم ما يخادعون، بس يخادعون انفسهم ويخادعون السدج مثلهم. هذول مرفوضين اخي قبل، هذول مشروع تدمير جاب الاحتلال والنبع عززها ودامها الاحتلال الايراني. فهذول لا يضحكون على انفسهم. شوفوا المعادله مال حنان الفتلاوي سبعه بسبعه خلي فهمها الشعب، هم ذول يقودون العمليه السياسيه. بس عن احترام المذهب، اول حقبه شيعيه دمرت البلاد من سنه ال 20 1920 تاسيس الدوله العراقيه، مثل هاي الفتره ما شفنا. مو رجال الدوله ذول ناس خدم كانوا خونوا عملاء، كانوا جابوهم الاحتلال، قاموا مجلكم الله على البصال لامريكا وصلتهم على الشعب. لكن اخي افلس الشعب وعى، قال شو الفرات الاوسط والجنوب الابطال العراقيين يصلون لشامه كلهم انتفضوا وقالوا ايران برا برا وداسوا حتى العمايم وما خلوا، وصلنا انه سنتين حتى يجوا على المرجعيه، لان الشعب ساهم وعى. ماكو بعد ماكو علاقه الدين بالسياسه. الشعب القتل، الشعب جاء، الشعب تهجر، الشعب بالسجون، الشعب يعني مخازي، ما يمام في الشعب لان كلها دفت وسبب ايران. وكذول الولايين هم اللي يعزون ايران، فمش مش يعني لا والله هذول الميليشيات القذرين اللي هم ولاهم ايران، هذول مو من الاصول العربيه ولا هذول الموضوع ينتهي اسهل. ماكو احد بعد هسه يحترف هاي، لانه دليل واضح 2018 15 أو 15% طلعوا انتخبوا، يعني معناتها الأجهزة الأمنية والميليشيات المستفادين والولايين. أما اليوم بال 2021 12% بعد أكثر من هالهزيمة ماكو، بعد ماكو شيء اسمه عامري ولا قد علي ولا مالكي ولا صدر ولا حكيم، هذول كلهم بالنفاذ سلاك المملات، هذول مزبلة التاريخ، هذول هم سبب دمار العراق وهم سبب دمار الشيعة قبل السنة. خلي الشيعة يفهم دمار الشيعة قبل السنة، جابوا الشعب يبعوهم بالسنة وذبحوا السنة، ما خلوا ما دمروا. شوف الشمال، شوف لا يعني أبو ياسين خلينا ما نتحدث ما نتحدث عن سنة وشيعة، لا هم بس من رخصك من رخصك أخوي من رخصك أبو ياسين، هم جوي بنظام، هذا النظام هم يقولون عليه نظام محاصصي طائفي. الشعب اليوم بثورة تشرين وثوار تشرين والشعب العراقي من شماله إلى جنوبه افتهم هاي السالفة وافتهم هاي اللعبة، إن هم لعبوا على قضية الطائفية حتى يبقون، وقضاء الطائفية أو الانقضاء على الطائفية أو انتهاء الطائفية بالعراق ووحدة الشعب العراقي هي معناها زوالهم من الحكم. فالشعب فهم هاي الشغلة، فخلينا لا نقول إنه حكم سني حكم شيعي، لا احنا كنا عراقيين، ما نريد نحكي بهاي الصوره. لا مو يم الشعب اخي افل، استقبل الله مو يم الشعب، وانا كلامي واضح. بلاك ثاني مرات اسبق الحدث، انا ما تحدث عن الشعب، اتحدث هم السياسيين نسبوا نفسهم لهذا المذهب، ولكن هم مو شيعه، هذول ناس صفويين. الميز بين الشيعه العرب وهي الصفويين. اخي افل شوف هسه كم قريه فصيصات رجاله شلون محوها وهجروها وقتلوها وسرقوها من اجل تهديد هاي الازمه الصادية على مستوى الحل على المقاعد. شوف هسه قتل واحد ما سوي حتى مشكاله من جماعه الخزعلي، شوف اهتزت بغداد اهتزاز، هو طالع مظاهر ضد الحكومه، يعني مظاهر ضد نفسه. اما احنا الشعب اللي انتفضنا ندور حقوق ذبحونه قتلونه الناس تسوي بها السجون، تقبل الله العظيم ما ضربونا كيمياوي، مع اعتقالات المالكي ضربونا كيمياوي. شوف هسه اعتقد وبالعمر ما اقدر اتحدث بصوره صحيحه من هاي الجرائم والحكومه. اما ليش هسه شفت البارحه الحجاج حاجه والاجهزه الامنيه، يعني الاجهزه الامنيه وين دخانياتهم اللي ضربتوها؟ جماجم الابطال الشباب اللي سن الورود وخلت امهاتهم تعوي حد الله جنوب لا حول ولا قوه الا بالله. تحياتي. شكرا 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 لك ابو ياسين. ام محمد من بغداد، حياك الله يا ام محمد. الله يحييك ان شاء الله. شلونك عيني؟ شلونك استاذ رفل؟ هلا بيك امه. نحمد الله على كل شيء. هاي القناة البطلة والكادر مالتها. لا شكر على واجب يوم. الله يعطيك العافية، الله يخليك الله يخليك. احنا نريد الناشد الشعب العراقي. نعم. يا استاذ رفل الله يخلصنا من هالملة هاي، حشف الزبالة هاي. من هادي العامري الى كزعلي، حتى شنو ذنبها هاي خطية اهل الغربية؟ شنو ذنبها تهجروا؟ شنو ذنب هاي الاطفال اللي تقتلت؟ باكر اليوم عليهم باكر علينا. احنا ليش ما نتوحد الشعب العراقي وكلنا نطلع ونسحلهم دولة الى مزبلة التاريخ
والله العظيم احنا النساء، احنا النساء هم نطلع ويا ولدنا. يعني احنا بعد شم تاني يا استاذ رفل؟ شم تاني؟ لا مي، لا صحه، لا كهرباء، لا حصه. والله العظيم انا البارحه بالسوق النسوان تتباكى على ملابس مال الاطفال، ما عندها يعني عندها اربعه ولا عندها خمسه يا استاذ رفل. منين تجي؟ منين تجي؟ يعني شلون؟ يلا تعالوا قولوا لي شلون نتخلص من هالزباله اذا ما احنا نتوحد ونخلص هذا المجتمع من من من, من هذول الحشاك الحواوين؟ شو وقت الله يخلصنا من عندهم؟ والله موتونا يا استاذ رفل، والله موتونا يا يمه. وانا اشكرك شكرا 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 لك. اليوم الناس افتهمت انه هذول ما جايين يبنون البلد، اشتغلوا أو لان هم جوي وقعدوا بهالبلد هذا ملينا وصارت عندهم فلل وحسابات بنكيه فلكيه وارقى السيارات، والشعب جوعان. فبعد طفح الكيل عند هذا الشعب، طفح كل شيء طفح عنده. وصل الشعب الى مرحله انه بعد ما يتحملهم، وصل الشعب الى مرحله انه بعد ما يصدق بيهم. يعني اليوم هم ضايجين على الانتخابات، واكو تظاهرات على اساس حشد او تظاهرات حشداويه للتزوير اللي صار بالانتخابات او رفض الانتخابات او ايش تردوا نسموها سموها. صارت مواجهات بين الحكومه وبيناتهم، وقعوا الناس بها بين قتيل وجريح. لكن هذا مو حال، يعني ما شفنا اللي دا يصير اليوم بالعراق بأي بلد بالعالم. أي بلد بالعالم صارت بانتخابات، واحد خسر واحد فاز. ترامب اللي العالم كله يسميه، يعني من إجا قالوا إجا واحد مجنون لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، كلها كانت خايفة من اللي راح يسوي. ناس تقول راح يضرب إيران، ناس تقول راح يسوي فلانشي، ناس تقول راح يسوي فلانشي. خسر طلع، يجيبوا لقاءات، يجيبوا ما اعرف شنو اسم الرئيس السابق. الا بالعراق يخسر يقتل بالناس. ام محمد من دياله حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. يعني استاذ قبل يوم انا متابع برنامج صوتكم، فقبل انا عندي اخويا مفقود من 2018. نعم صار له 3 سنوات. يعني صار له 3 سنوات. نعم قبل 3 أيام حكيت أنت، يعني ذكرت قريت الرسائل بنهاية البرنامج، فذكرت أسماء مفقودين 4. يعني قلت شوي ما هواية ما استهمت عليك يعني بالضبط، فقلت أخابر وأستفسر منك يا ريت تنطيني استفسار. لا أنا إذا أختي العزيزة أنا ما ذكرت أسماء مفقودين 4. شخص داز رسالة يقول أنا عندي ناس مفقودين. نعم يقول عندي ناس مفقودين من بيت الحمداني بالموصل. واحد يعني كبير بالعمر والثاني صغير بالعمر، يعني عم وابن اخوه مفقودين من الموصل، انفقده واحد انفقد بالسنه الفلانيه، واحد انفقد بالسنه الفلانيه. يعني لازم ادور لك رسائل الواتساب كلها الى حد قبل كم يوم، لانه صدقيني هوايه تجي رسائل للبرنامج يلا القاها لهاي. بس اتذكر انه اسم ما أتذكر عفوا اسم الشاب، أتذكر لقبه أو لقبه هو وعمه من بيت الحمداني انفقدوا بالموصل. واحد أصور انفقد بال 2017 وواحد انفقد أصور بال 2008. نعم أسمائهم أتذكر، يعني قلت كان اسمه جاسم محمد محمود شيء، يمكن أكو هيك اسم. والله أختي عزيزة صدقيني ما أتذكر. نعم يعني حبيت استفسر من عنده، قلت لان انا عندي اخويا مفقود من 2018 2017. والله لا ادور لك الرساله، وان لقيتها يا اختي العزيزه اقراها واقرا اسماء من جديد. اشكر ما تقصر. العفو 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 اختي العزيزه العفو. اذا شكرا شكرا لك ام محمد، وادور لك اياها ان شاء الله واحاول القاها عندي واقرا الاسماء. السؤال هنا يعني ماذا تلاحظون أن الشعب العراقي فعلياً بلهجتنا العراقية انضرب بوري؟ بوري كبير من 2003 لليوم. 2005 صارت انتخابات، جوي مجموعة من الناس اللي سموا نفسهم سياسيين اللي قال أخلي الكهرباء 24/24. اليوم المواطن العراقي ماذا تجي كهرباء أصلاً؟ أكو أيام دا يعيشها الشعب العراقي يوم ويومين وثلاثة ماكو كهرباء، وتجي يمكن نص ساعة ساعة وتنقطع 5 ساعات 6 ساعات.
هاي الوعد حسين الشهرستاني شو وقت قاله؟ شو وقت قاله؟ المي، الكهرباء، المواصلات، حيدر العبادي أبو النقل العمودي اللي قال أنا راح أسس النقل العمودي. أبو فضل من البصرة حياك الله. حبيب حبيب قلبي، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. شلون أستاذ، صح الأحوال؟ نحمد الله على كل شيء أخوي. حبيبي الغالي، أحب أعقب تعقيب. تفضل. بسيط. تفضل. حبيبي أخوي، بالنسبة لإخواننا أبناء السنة، وإحنا ما نريد هاي التسميات. يا ريت والله. أسماء سنة سنة وشيعة، بس أنا أحب أشيد بيهم بمواقفهم. باوع باوع، حتى ننسى، يعني أعتذر منك، حتى ننسى سالفة سنة وشيعة وكرد وعرب وتركمان وما أعرفين. قول ولد الغربية مفهومة. قول ولد الغربية. كفوا منهم وعلى راسي. حبيبي قلبي سلمك. ولد الغربية أخواننا هم وأهلنا. نعم. زين، هم يا أخي هدول الناس عرفوا شلون ينزون العناصر الموزينة اللي السياسيين عندهم، العناصر التعبانة يعني. نعم. عرفوا شلون ينزونهم ويريد يبنون مدنهم، ويعني كافي حروب يقول لك احنا. نعم. صح لولا، وكافي فساد. فما يعني ما هم احنا من أبو فضل سؤال. أبو فضل، أنت بالبصرة صحيح؟ حبيبي أنت بالبصرة؟ أي بالبصرة، بقضاء المدينة اللي معيش العراق كله. حياك الله وحيا الله أهالي البصرة وأهالي المدينة وأبناء الشعب العراقي من شمال الجنوب. لكن سؤالي هنا، يعني أسعد العيداني محافظ البصرة، أسعد العيداني رفض الشعب العراقي ثوار تشرين لما نترشح أن يكون رئيس وزراء قبل مصطفى الكاظمي، صح؟ صح. أسعد العيداني ولد البصرة يقولون عليه مشترك في قتل أبناء البصرة، صح؟ صح. زين، شنو رأيك لما طلعت نتائج الانتخابات الأخيرة أسعد العيداني رقم واحد على البصرة، شو تقول على هاي النقطة؟ أنا أقول لك شنو أستاذ. قول. أسعد العيداني مع الأسف إحنا شعب بسرعة ننسى، وقلوبنا أرجو المعذرة طبعا على الكلمة، وقلوبنا فطيرة على قولتهم، يعني بسرعة ننسى. طيبين طيبين. أي. يعني الشعب العراقي كله هاي الميزة يمتلكه، من أبناء الغربية للجنوب يعني محافظاتنا كلها، هاي الميزة احنا بينا العراقيين ننسى بسرعة اللي يظلمنا ونسامح. هاي المشكلة. يعني أسعد العيداني قبل الانتخابات يعني هي مبينة دعاية انتخابية، سوى قام يبلط، قام ما ادري شنو يقول، جاي يجيب من بيته هو ويصرف على البصره، بلط له كم شارع بالبصره، تعال شوف قضاء المدينه وقضاء القرنه وقضاء الامام الصادق، لو اتمنى كاميراتكم تجي يوم وتصور شلون معانات، واتمنى اكون بالشتاء والمطر تجون. والله يا استاذ تعال شوف الطينه، تعال شوف الشوارع التعبانه، تعال شوف المدارس اللي حدثت والله العظيم جهالنا جاي يداومون بمدارس كرفان. وصلت أخوي العزيز، وصلت. شكرا شكرا جزيلا لك أخوي أبو فضل. الأخت العزيزة أم محمد من ديالة سألتيني، لقيت الرسالة صورة دزليها أحد الأشخاص، يقول محمود جاسم محمد سلطان الحمداني مواليد 97، انفقد شهر 4/2017 بالموصل، وشاكر محمود محمد إبراهيم الحمداني من مواليد 69، انفقد بالموصل بحمام العليل. هي هاي الرسالة اللي انقرت قبل كم يوم. رسالة ثانية، السلام عليكم. إيران دولة إرهابية والله العظيم، والحرس الثوري أكبر إرهاب بالعالم، اللهم أهلك الإرهاب الإيراني والخامنئي، سلامي على العراق بلاد الرافدين، أخوك أبو الوليد من الأحواز. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام أخوي العزيز. أمنية الشعب العراقي وكل الشعوب العربية أن تعيش بسلام، خصوصا المضطهدة منهم. رسالة ثانية، صدق كذب، هذا حال العراقيين، واحد يقتل ويقطع الثاني مثل الوحوش، الله يستر. وإيران وأمريكا تتفرج شلون طرقاع اليوم بالعراق. السلام عليكم، تحية حب لقناتكم الكريمة، بس أقول حسبي الله على كل من ظلم الشعب، لأن شكلنا رايحين للمجهول بظل هالصراعات. وتحياتي إليك رنا من بابل. رسالة ثانية، السلام عليكم، ما عندي رصيد أخوي العزيز، فراح أكتب لك رسالة. هم مو صوت السياسيين، صوت الكرسي بلزقة
عميان أخي العراق لازم يتحرر من عندهم، أخوكم من بغداد أبو محمد. وشكرا. رسالة ثانية، هاي ليش ما تبثون رسائلنا وليش ما تطلعون رسائلنا؟ أخوي العزيز بالنسبة إلى الفيديوهات اللي تنشرها تقدر تبعثها إلى رقم أنت ترى، ما أقدر أطلعها عن طريق حمود بن موسى. شلونك أخوي أفل؟ هذول السياسيين جواب يبوقون، جايين يبوقون قيس الخزعلي وغيره وغيره، هم عبارة عن أشخاص دمروا العراق ودمروا الشعب. مشاهدينا الكرام، اليوم الشعب العراقي فاهموا، أنتوا فاهمين اللعبة وفاهمين أنه ذولا ليش جايين للعراق، وكل المتصلين أجمعوا أنه هم ذولا جو لدمار العراق ولسرقة خيرات العراق. لكن راح يبقون على هذا الحال ويبقى الشعب العراقي ماد لهم الخيط من يصيد السمكة؟ لو راح يأتي الجواب يومكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله، في مع الله.